ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا في سكة السلامة. هنرجع لكم المرة دي بنوع جديد من أنواع الإدمان. المرة دي هيبقى عن إدمان المخدرات. يمكن في إحصائية موجودة على موقع مصر دوت موقع دوت مصر من وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة الإدمان بتقول إن 10% من المصريين بيتعاطوا المخدرات بجميع أنواعها، وده رقم طبعا يعني أعلى من المعدل العالمي بكتير. 72% منهم ذكور و 27% منهم من الإناث. وقالت كمان إن في 24% من فئة السائقين و 19% من الحرفيين. أثبتت كمان إن نسبة تعاطي عقار الترامادول والعقاقير الكيميائية وصلت ل 8.51%، وعقار الهروين والكوكايين إلى 6.25%. أما الحشيش فوصل لنسبة 3.23%. أما الكارثة ففي الرقم اللي جاي. الكارثة بتقول إن الأطفال بقت وصلت معاها الإدمان لسن 10 و11 سنة. أعتقد إن مفيش كارثة أقوى من كده، إن يوصل بحال أطفالنا إن إحنا يبقى عندنا طفل في سن 10 و11 سنة يكون متعاطي لأي مادة من المواد المخدرة. طبعا عندنا أسباب للتعاطي كتير جدا، يمكن أولها التجربة. قاعد مع واحد صاحبي في مكان وابتديت حس يعني شايف إن هو بيجرب حاجة معينة، فيعني أنت راجل خد جرب. وده نوع من أنواع طبعا يعني الأسباب اللي بتخلي الشاب يجرب أو كمان الفتاة. تاني حاجة بعض الحرفيين اللي شغلهم بيتطلب سواء كان مثلا مجهود ذهني أو عضلي أو إبداعي كبير، فبياخد بعض العقاقير الكيميائية علشان تساعده إن هو ما يحسش بالألم ويبتدي يشتغل عدد ساعات أطول بكتير جدا من اللي هو متعود عليها في العادي والطبيعي. طبعا في بعض الناس أو الشباب أو البنات بياخدوها نوع من أنواع الوجاهة الاجتماعية، وده طبعا بيكون في بعض الطبقات الراقية اللي بتحس إن هي نوع من أنواع إن أنا البرستيج أو الوجاهة. وده هو موضوعنا النهاردة اللي هنتكلم فيه مع دكتور محمد المليجي، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان. نورتنا يا دكتور النهاردة. ميرسي جدا دكتور أيمن. أهلا بحضرتك. في البداية حابين نعرف من حضرتك يعني إيه مدمن مخدرات؟ كلمة مدمن في البداية كده عايز بس أوضح إن إحنا ما عدناش بنستخدمها قوي. تمام. إحنا حلينا محلها كلمة متعاطي، لأن خلينا نتفق إن الكلام الحديث بقى يعني احنا بنتعامل مع اللي بيتعاطى المخدرات على انه مريض. تمام. فكلمه مدمن كلمه قديمه وبتحمل وصمه اجتماعيه، وهو طبيعي مش محتاج وصمات اكتر من كده. فاحنا بنتكلم دلوقتي في كلمه المتعاطي. المتعاطي يعني وقع الكلمه اخف شويه. وقع الكلمه اخف شويه وبتتماشى حتى مع الكلام الجديد عالميا يعني. تمام. فالمتعاطي قسمناه لكذا نوع. تمام. زي ما انت قلتي في البدايه، المتعاطي بالتجربه او المجرب. اللي هو قاعد في قاعده راح مجرب وخلاص انا ما عجبنيش ومش هكمل. ده كويس. متعاطي. كويس. النوع او الدرجه اللي بعد كده المتعاطي في المناسبات. ده ما بيتعاطاش بصفه مستمره، لكن لما بنقعد في قاعده حلوه في الشله، وما ادراك ما الشله، في فرح، في العيد. الحاجات المناسبات الاجتماعيه اللي احنا بقى يعني ايه بنحاول نجنب بعض فيها اللمه دي، يعني ده بقى القعده لزوم القعده زي ما بنقول نقعد يعني. كده ونشرب مع بعض وزي الفل، وبعد كده اقوم امشي. النوع الثالث ده المتعاطي المتقطع، اللي هو على فترات متقطعه. على فترات. تمام. بيروح يتعاطى. بعد كده في النوع اللي هو بدايه الخطوره قوي بقى، ده المتعاطي المستمر المستديم اللي عمال كل يوم بياخد. تمام. ده اللي حضرتك اتكلمت عنه بتلاقيه كتير قوي في طائفة الحرفيين، في السائقين. ده اللي بياخد العقار لأنه عاوز يشتغل ساعات أطول. تمام. عاوز يبقى مصحصح أكتر. فبيستمر على العقار بشكل يومي، ولكن ما بدأش العقار يغير من سلوكيات حياته. يعني بيصحى الصبح يروح شغله، لو هيروح شغله بيصرف على أسرته، ما أثرش
ما بأثرش ما بشكل أثرش. كبير في السلوكيات، لكن أثر بشكل نفسي، يعني مش هتلاقيه زيه زي الناس تمام. العادية، سريع الاستثارة شوية. طيب في نوع انواع كتير طبعا من المخدرات، بنبتدي ان احنا يعني عايزين نتعرف على الانواع، في يعني اشكال كتير وموجوده في حياتنا، عايز اعرف من حضرتك ايه هي الاشكال اللي موجوده دي، وكمان كل واحد فيهم بيبقى له نوع يعني اكيد له عرض معين بيبان على الشخص طبعا المتعاطي نفسه. طبعا المخدرات عائلات زي الناس كده، ما هي عائلات. تمام. اسمحي لي اخد دقيقه قبل ما ادخل فيها اعرفك بس بالمتعاطي اللي انت سالت عنه او اللي المجتمع بيخاف منه، اللي تمام. هو المتعاطي المعتمد، اللي هو مهم. بقى اعتمادي على الماده. ده اللي حصل بقى تغيير في سلوكياته مهم. وفي نشاطاته، وبقى بياخد الماده يوميا وبدا يهمل كل حياته. ده تمام. اللي انت سالتيني عنه في الاول بكلمه مدمن يعني. تمام. الحاجه اللي بعد كده عائلات المخدرات. احنا عندنا عائلات كتير قوي للمخدرات واشكال مختلفه، منها مجموعه الافيونات، ودي اللي من مشهورين منها قوي الهيروين. تمام. وطبعا انت عارفه الهيروين له 3 طرق للتعاطي، يا اما بيتشد ودي الطريقه المشهوره، يا اما بيتحرق على مثلا ورقه سلوفان، مش عايزين طبعا تمام. نقول بازاي، يا اما بيتحقن اللي احنا بنسميها البيسه اللي هي المشهوره. تمام. ده طبعا العيله ده الاسم الدارج دلوقتي للهيروين ما بين والبودره، الشباب وبعضهم. الهيروين او بودره تمام. او بيسه، بيبقى مفهوم ان انت بتتكلمي عن اوكي. مخدر الهيروين. العائلات اللي بعد كده الخطيره برضو قوي، تمام. عائلات المسكنات، واللي هي على راسها الترامادول اللي هو انتشر بشكل كبير جدا زي ما حضرتك قلتي في ده طبعا الاحصائيه. بيستخدموه الفئات اللي هو زي الصنايعية عشان خاطر يقدر يكمل شغله. طبعا وده بيبقى تحت بند كلمه كيمياء، وده بيبقى موجود في شرايط على هيئه اقراص حضرتك طبعا تمام. الناس كلها واعتقد ان هي عارفه. بتبقى شبه متاحة شوية. بالظبط. تمام. العيله اللي بعد كده هي عيله الحشيش والبانجو، اللي هي مستخرجه من القنب، ودي مجموعه بتتاخد عن طريق التدخين والحرق، يعني بتتلف في سجاره بتتحط تمام. على جوزه، وبدا يظهر لها بديل جديد في السوق اللي هو الاستروكس لو سمعت عنه وده يعني. طبعا اعتقد ان هو يعني بيدمر خلايا المخ، او اعتقد ان هو كمان من اخطر الانواع. طبعا يجي بعد كده في عيله المهدئات، تمام. في عيله ادويه الكحه، في عيله المذيبات العضويه زي البنزين تمام. والتنر. طيب يمكن انا عندي دلوقتي خلاص انا عندي شخص في البيت، ازاي اعرف ان انا عندي مدمن في البيت؟ اكيد في اعراض جسديه واعراض كمان سلوكيه بتطرأ على الشخص اللي موجود عندي ده، طبعا من خلالها بعرف ان هو مدمن. طبعا نرجع خطوة صغيرة ما ناخدش فيها وقت كبير للإحصائية اللي انت قلتها لي، ان سن التعاطي نزل ل 10 11 سنة. تمام. اذا ده معناه ان انا عايز اتكلم شوية عن الطفل. تمام. الاعراض اللي انت تكتشف بيها مدمن موجودة، لكن هل ممكن تتنبئي ان هيبقى عندك مدمن؟ ازاي؟ تعامل، تنشئة، نمو نفسي بدون تمام. اطالة. الانسان مش مرحلة واحدة، الإنسان مجموعة مراحل نفسية بيمر بيها، تمام. بداية من مرحلة الحمل، مرحلة الرضاعة، طفولة، المراهقة. حضرتك معنى كده ان انا مسؤولة ان طبعا انا يعني بنشئ مدمن في طبعا يا بيتي، فندم، حضرتك ممكن تنشئي مدمن في البيت. في كل بمعنى مرحلة من دي في متطلبات بيحتاجها الطفل، إذا حضرتك حرمت الطفل من المتطلبات دي هتعمل مشكلة، وإذا زودتي في إعطائه هتعمل هتعمل مشكلة. مشكلة. على سبيل المثال مرحلة زي مرحلة الطفولة المبكرة مثلا اللي هي من 2 ل 6 سنين، الطفل هنا محتاج نوع من المبادرة. يعني ايه مبادرة؟ يعني اديني نوع من ان انا ليا رأي. حضرتك ما بتعمليش كده خالص، انت بتقهري الطفل في كل حاجة بالظبط. حتى في الخروج، اديله نوع، فهو هنا عاوز يثبت وجوده. مرحلة زي مرحلة المراهقة اللي هي فيها الأزمة الكبيرة من 12 سنة مثلا وانت طالع، بالظبط. هنا انت الطفل عاوز التقبل، بيبحث عن التقبل، هل انت بتديله ان التقبل انا ده؟ بحتويه وان انا لما طب بيتكلم ولو ما اديتلوش بسمعه، التقبل؟ انا هروح ادور عليه في شله، هدور عليه في مكان في تاني. ماده. تمام. طيب اعرف منين ان انا عندي مدمن؟ خلاص هو اوريدي استابليشد ان هو بقى مدمن. رقم واحد، بيحصل فيه تغيرات جسديه وتغيرات سلوكيه. تمام. التغيرات ايه هي الجسديه بقى التغيرات دي؟ اول حاجه، التغيرات الجسديه او الفسيولوجيه بقى سريع الاستثار، تمام. بسرعه بيتعصب، تمام. يومه في النوم مش مظبوط، نايم والناس صاحيه، صاحي والناس نايمه، تمام. ما بيدخلش في النوم بسهوله، تمام. يكتئب بسهوله، بينعزل، مش تمام. موجود معايا، واخد لنفسه جنب، شهيته اتغيرت. عندك حاجه مثلا زي الهيروين بتخليه ما يهتمش بالاكل ويبدا يخس، يخس عندك حاجه زي الحشيش بتفتح نفسه للاكل كده ويربرب ويقعد ويبتدي ياكل. ياكل بزيادة. طبعا. طيب الحاجات السلوكيه زي ايه؟ زي ايه؟ بدا ينتمي لشله ما يستغناش عنها، لا ده انا اموت ولا انيش اسيب الشله دول بتاعتي. اصحابه اللي هو طبعا بياخد معاهم العقار. والاقتراب منهم ممنوع. الحاجه اللي بعد كده بدأ يصرف فلوس كتير على تمام. غير عادته، يطلب فلوس كتير،
بدأت تختفي فلوس من البيت من غير سبب. بدأ يجي لك ناس، جار بالبقال اللي تحت ده، ابن خالي، يقول لك ده فلان سالف مني فلوس. تمام. كل دي علامات ان انت عندك في البيت مدمن. طيب يمكن انا برضو كمان عايزة اعرف من حضرتك، لو انا خلاص اكتشفت ان انا عندي في البيت مدمن، عايز اعرف الخطوات اللي انا اقدر اتعامل بيها مع الشخص المدمن اللي عندي في البيت. يعني ازاي اقدر اجملها كده ان انا خلاص اكتشفته، مين بقى اتصرف معاه ازاي؟ شوف يا دكتورة ايمان، اول خطوة في رأيي علشان تعالجي مدمن عندك، ان انت تحدثي تغيير جواكي، انك انت تبقي مقتنعه ان ده مريض ومحتاج علاج. لانك لو ما اقتنعتيش كاسره انه مريض ومحتاج علاج، الامور هتسوء زياده. انا بشوف ناس بيبقى عنده مدمن في البيت وهو عمال يعنفه ويتخانق معاه، وكان المدمن هنا مسؤول عن الاستمراريه. هو مسؤول عن البدايه، ما اقدرش اقول لا، لكن هو مش مسؤول عن الاستمراريه. هو خلاص فقد سيطرته على نفسه، مفيش، خلاص بقى انسي موضوع السيطره ده خلاص. تمام. الخطوه اللي بعد كده ابدا بقى في الاتجاه الصحيح، خده وروح لمختص. ليه؟ ده مرض. حتى لو هو رافض، احنا بنقابل كتير نوعية رافض دي، ودي بتبقى صعبة جدا لانها بتبقى ليها علاقات باضطرابات اخرى في الشخصية. دايما بنقول هنا للاهل ايه؟ شوف مين اكتر حد مقرب منه، ما تتكلمش معاه لوحده كأب او كأم، حاول يبقى في مجموعه. ساعات بيبقى في فعلا نوع من انواع الرفض التام. طبعا. هل فعلا ألجأ بعد كده لسياسة القوة ان انا اخده فعلا من ايده غصب عنه واوديه للمصحة؟ طبعا. تمام، مفيش كلام. طبعا طبعا مريض. طيب بدون قطع كلام حضرتك، احنا معانا دلوقتي مداخله تليفونيه لاحد المتعافين من المخدرات. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله تمام. حضرتك احد المتعافين من المخدرات، صح كده؟ تمام يا فندم. تمام. حضرتك كنت بتتعاطى عقار ايه؟ تقريبا كل انواع المخدرات يعني مريت فيها او اغلبها يعني. تاني معلش عشان مش سامعاك. تقريبا كل انواع المخدرات، ابتديت بدخان وختمت بهيروين يعني. تمام. وجربت الكيمياء وخمره وكل حاجه يعني لجأت لكل الانواع وجربت كل الانواع. اغلبها. تمام، اغلبها. طيب قعدت قد ايه تقريبا مدمن؟ من 96 ل 2008. من 96 2008، مدة كبيرة فعلا. طيب لجأت ازاي او لجأت لمين علشان تتعافى؟ هل ده كان قرار داخلي من نفسك، ولا لقيت نفسك يعني وصلت للمرحلة اللي انت عايز تتعافى ازاي؟ حضرتك، هو القرار تقريبا موجود من 98 يعني، انا بحاول ابطل من سنة 98 واهلي حاولوا. ده من يعتبر من ساعة ما بدأت تقريبا يعني. بعدها بسنتين، انا ابتديت 96 يعني. تمام. من بعدها بسنتين انا بحاول ابطل ومش عارف. ايه اللي خلاك مش قادر تبطل؟ اللي خلاني مش قادر ابطل، ما لقيتش حد فاهم مشكلتي اصلا يعني، ما لقيتش حد فاهمني، وما لقيتش حد عنده خبره في الحل بتاع المشكله يعني. لقيت الناس بتتعامل معايا حتى في المستشفيات من خلال ادويه وكلام بيسكن الالم زي المخدرات بالظبط. تمام. ما لقيتش حد فاهم مشكلتي ومشخصها صح وعارف حلها ايه. يعني لجأت في الاخر انك انت تتعافى، وده كان قرار داخلي من جواك، صح كده؟ بالظبط. طيب لجأت لمين عشان تتعافى بقى، ووصلت لفين؟ مصحة ولا من نفسك؟ انا اتنقل لي مسج من مكالمه تليفون من واحد وهو متعافي من الادمان، ودخلت فعلا مكان علاجي. بس كان في فرق بالنسبه لي في المكان العلاجي ده، ان هو عباره عن مجموعه من المدمنين المتعافين اللي عندهم مشكله زي مشكلتي، وعاشوا المشكله وعاشوا الحل، وكانوا فاهميني وحاسين بيا بدون بقى الدخول في التفاصيل. طبعا انا لا استنكر دور الادويه، بس مع الناس اللي هي تعاني من تشخيص مزدوج او من اضطرابات نفسيه، انا ما كانش عندي ده، فالدواء كان بيتعبني. لما تجربتي مع مستشفى من المستشفيات، طبعا مش عايز اعمم او احكم، هو في اماكن بتكون فاهمه وفي اماكن بتكون بتعق، عشان نبقى امنا يعني. انا الحمد لله ربنا وقعني في ناس محترمه ساعدتني، ومن ساعتها لغايه النهارده انا بقالي 12 سنه تانيين مبطل. طبعا انت يعني برافو عليك جدا، انك انت فعلا ما شاء الله عليك، انت 12 سنه مبطل، ربنا يثبتك كده ان شاء الله، وما ترجعش تاني لخطر الادمان مره تانية. انا بشكر حضرتك وعلى مداخلتك التليفونيه معانا. انا بشكرك يا فندم. ميرسي ليك جدا. تعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع مره تانية.
ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا مع دكتور محمد. كنا بنتكلم مع حضرتك قبل الفاصل على خطوات التعافي. تمام. ازاي نقدر نخلي الشخص مدمن المخدرات يتعافى؟ بعد ما قلت لحضرتك ان اول حاجه ان انا كأهل اقتنع ان ده مريض، بيبقى الطريق الصحيح هو طريق العلاج مع المختصين، وبيبقى عندي خطوتين اتنين. الخطوه الاولانيه هي مرحله سحب السم من المتعاطي، ودي مرحله بتبقى بالنسبه للدكتور سهله وبتبقى صعبة شوية على المتعاطي، لأن فيها طبعاً الأعراض بتاعة الانسحاب، ما بينامش، جسمه مكسر، وبنبدأ نتعامل معاها على كل عرض على حد. وده بيحصل من خلال المصحات اللي هي المختصة ولا من خلال المستشفيات؟ المصحات المختصة. أما الباقي ما بيبقاش نتائجه كويس. تمام. المرحلة دي ما بتبقاش طويلة على فكرة قوي، بتاخد لها أسبوع 10 أيام، أقصى تقدير أسبوعين، ما عمرها ما تتعدى الكلام ده يعني. تمام. ونبدأ المرحلة الثانية واللي هي المرحلة الأصعب بقى، هي مرحلة التأهيل. إزاي بقى المتعاطي بتاعي أو المعتمد ده أبدأ أغير حياته بشكل آخر؟ تمام. دي بيبدأ يخضع لجلسات العلاج النفسي، بياخد علاجات تدعيمية، بياخد جلسات علاج سلوكي، جلسات علاج معرفي، يبدأ يغير الأفكار الخاطئة اللي عنده. وده برضو بيبقى من خلال المصحات والجروبات والمختصين. 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 تمام. والمختصين ده على فكرة يعني مجموعة كبيرة كده. هو طبعا عشان وقتنا ابتدى مع حضرتك، يعني كلام حضرتك شيق جدا وأكيد هيحتاج حلقات كتيرة جدا. فأنا في النهاية بحب أشكر حضرتك دكتور محمد المليجي، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، نورتنا النهاردة يا دكتور. ميرسي ليك يا دكتور. في ختام حلقتنا النهاردة بقول لكل مدمن ولكل متعاطي المخدرات، ارحم نفسك من خطر انت مش هتقدر عليه فيما بعد. ارحم نفسك وارحم اهلك، ارحم ابوك، ارحم امك. خلي عندك قناعة داخلية ان السكة اللي انت دخلتها فيها هلاكك. اوعى سكتك او حبك للتجربة ياخدك للسكة دي، وطول ما فيك نفس انت تقدر تتعافى. اوعى تقول الوقت خلص وفات، انت تقدر انك تعمل ده وتقدر تبتدي في اي وقت. تعافى من المخدرات علشان تكسب صحتك وتوصل لسكة السلامة. بكده بتكون خلصت حلقتنا النهاردة من برنامج سكة السلامة. استنوني الحد الجاي من الساعة 11 للساعة 12 على الهواء مباشرة، وسكة السلامة. مع السلامة.